الحلو بتاعنا، وبعد كده نشوف الحاجات نقولها ان شاء الله. ربنا يخليك. بشكرك يا مدام خديجه. احنا عملنا طبعا قوالب البتنجان وعملنا الكفته، والنهارده هنعمل حاجه جديده خالص. هي موس موز بس في قوالب شوكولاته. موس موز في قوالب شوكولاته. موس الموز طبعا هقول لكم على الموس لوحده وازاي نعمل قوالب الشوكولاته لوحدها. اول حاجه عندي 400 جرام من الشوكولاته السايحه البارده، سايحه بارده اهي. شوكولاته خام سايحه في حمام ميه اهو بارده، هنجيبها هنا على جنب. عندي بقى 3 صفار بيض، 3 صفار بيض و200 جرام من السكر وربع لتر لبن، ربع لتر لبن، وكمان عندي معلقه من الفانيليا واربع اصابع موز و200 جرام او 200 ملي من الكريمه اللباني المخفوقه، وهنعمل لها ديكور شويه كاكاو او كريز زي ما عندكم مفيش مشكله. هقول تاني المقادير. اول حاجه عندي ربع شوكولاته سايحه بارده، مش هحدد الكميه ليه، لان ممكن يكون عندكم 10 قطع 20 30 10 5 زي ما انتم عايزين. فشوكولاته سايحه بارده اهي على حمام ميه. عندي كمان 3 صفار بيض، 3 صفار بيض ونص لتر لبن و200 جرام سكر وذره فانيليا او معلقه صغيره من الفانيليا وكوبايتين من الكريمه اللباني المخفوقه واربع موزات، خمس موزات، ست موزات زي ما انتم عايزين. الموز مفيش مشكله. احنا الموز هناخده نقشره اهو، وناخد بقى ايه نعمل الكريمه بتاعتنا. هنجيب بوله ونقلب السكر ونقلب اللبن ونحط عليه صفار البيض، قلب كل ده مع بعضه كده، ومش هضيف الفانيليا غير بعد واحنا بنسوي. زي ما بنصحكم دايما لا تضيفوا الفانيليا مع الخفق الجامد ولا مع النار. اول ما تبدا تغلي معايا نضيف الفانيليا عشان نحتفظ بريحتها، الا لو كان عندنا الفانيليا الخام اللي هي اعواد الفانيليا الخام دي ممكن نحطها في درجه الغليان مفيش مشكله، ده هتطلع ريحه احسن. لكن الفانيليا اللي هي موجوده السكر او الفانيليا اللي هي مش الخام دي ما نحطهاش على النار مباشره، ما تغليش يعني كتير. دوبنا هنا السكر مع اللبن وصفار البيض، هنروح هناك ونحط على النار، وما تيجوا تستعملوا تيفال او ماده من التيفلون لازم يكون مضرب بلاستيك عشان حرام تبوظوا الحاجه بتاعتكم. ادي كمان اهو هنفضل نقلب كده على طول. الموز متقطع اهو، لازم يبقى مستوي صح، برافو عليك. هتلاقي في قطعه مستويه اهو، في حتت مستويه كتيره اهو، شايف اهو. طيب شايفين بقى هنا ايه، انا هفضل اقلب لغايه ما يستوي معانا. اول ما هيستوي ويخش في درجه السوى هعمل ايه، هضيف الفانيليا واحنا مع بعض. ركزوا بقى لان لسه هنعمل مع بعض قوالب الشوكولاته، قوالب الشوكولاته هنعملها مع بعض. بس بعد ما يستوي معايا اهو تقليب، شايفين هعرف انه استوى ازاي، هتلاقوه بيعمل فقاقيع صغيره، ولو سبته ما قلبتش هيخرز معايا، لو سبته ما قلبتش هيخرز. احط كده وارفع من على النار خلاص واسيبه يبرد خالص، هيبقى عندي بالشكل اللي هوريه لكم دلوقتي حالا. شايفين اهو بيعمل الفقاقيع اهو، اهي شايفينها كده، ده استوى وما خرزش معايا، هسيبه يبرد ده. وتعالوا معانا نجيب بوله ثانيه عشان نحط فيها اهو، ده اللي احنا عاملينه بارد خالص اهو، شايفين شكله ولونه. هنحط بوله ثانيه ونفضي فيها اهو، شايفينه كثافته كمان. وبعد كده هناخد الكريمه المضروبه نضيفها عليه، طبعا ما فيهوش اي روايح، وكمان لان احنا حطينا الفانيليا ما فقدتش قيمتها. هنحط شويه كده، ده موس الموز، موس نقلب مع الكريمه ونضيف كمان شويه من الكريمه ونقلب بالراحة عشان تفضل فيها فوليوم. هشرح لك بعدين يا اصلا، هشرح لك. تعالوا مع بعض بقى نعمل ايه؟ نقطع الموز ده شرايح او قطع زي ما احنا عايزين. كده الموس بتاع الموز جاهز اهو، الموس جاهز. ممكن نفضيه في كيس ببلبلة وهوريكم هنعمل ايه دلوقتي. هنا الشوكولاتة. دي قوالب، أنا أحمد أنا عايز ورق من فضلك من ده كمان. ده قوالب جديدة بتاعة كاب كيكس.
اها في عندي دي بلاستيك او اللي هي بيسموها السيليكون، جميل. وفي عندي الورق، لو عندي الورق مفيش مشكله، لو انا عندي الورق مفيش ادنى مشكله ان انا استعملها، زي الورق اللي عندنا اهو. انا كويس ان احنا عندنا كل حاجه اهو، شايفينه هنستعمل اهو الحمد لله. لكن ده لو البلاستيك يبقى افضل، لكن لو عندنا ورق هنستعمله. هنعمل ايه؟ هنجيب كده، نركز كده ونحط الشوكولاته هنا برفق في كل الحروف بالراحه بالراحه عشان تعمل معايا قالب زي ما انا عايزه. بعد كده هدخلها جوه التلاجة تتجمد. يا استاذ عشواق، الو، يا استاذ عشواق. نعم، اهلا بيكي. اهلا بيكي، اتفضلي سامعك. هي طريقه المكرونه والبشاميل بتتعمل ازاي؟ حاضر، من عينيا. حاجه تانية؟ شكرا، بشكرك على اتصالك. هناخد القوالب التانية دي اهو، شايفين. بس انا بوريكم حاجه بس الاول، بنعمل حروف اهو، بنحط الحروف بتاعتنا كده كمان شويه اهو، وبعدين نعمل ايه بقى؟ انا بقى دي عشان اثبتها احط واحده جواها واضغطها، اضغطها تقوم عامله لي حرف ومساوياه، شايفين. بعد كده دي هدخلها فين؟ يا اما في الفريزر لمده 5 دقائق، يا اما في الثلاجه لمده ربع ساعه، وهوريكم شكلها. هعمل واحده ثانيه عشان اسامه عايز يشوفها. دي كمان اهي، لما اسيبها تتجمد هتتجمد معايا. هناخد واحده ثانيه اهو، شايفين، معلقه من الشوكولاته وننزل على الحروف كلها. وطالما انا هحط واحده في النص ما تخافوش اهو، ونقفلها كده كده، وبعدين ناخد واحده ثانيه ونحطها جواها ونضغط بايدينا كده. هتلاقوا اللي تحت تساوى معايا وطلعت الحروف كلها معايا. لما اجي بقى اطلعها هدخلها الثلاجة او الفريزر تتجمد. لما اجي اطلعها يا احمد من فضلك، هنطلعها شكلها ايه حالا دلوقتي اهو. يبقى احنا كده عملنا لكم القوالب بتاعه الشوكولاته. ده شكلها، انا مخلي واحده عشان اوريكم شكلها اما نيجي نطلعها اهي، شايفين القوالب اهي. هنا واحده مقفوله اهي، باجي اشد دي كده بالراحه، اشدها تطلع معايا، لانها مش معموله بلاستيك، ده بلاستيك او سيليكون طري. وهنا برضو هنعمل دي كده، هتلاقيه بيطلع معايا بهدوء، ما تضغطش عليها مره واحده عشان ما تتكسرش اهو اهو. واقوم رافعها قلبها بالراحه بالراحه بالراحه، تطلع معايا كده كده سليمه. واضغط على دي لجوه زي ما قلنا، واحده واحده كده لغايه بالراحه اهو، تطلع معايا سليمه. ونحطها كده هنا، وبعد كده نيجي نملاها بالخليط بتاعنا اللي هو ايه بقى؟ الشوكولاته، قصدي الموس، الموز. هناخد، انا عامل 3، عامل 9 قطع، ناخد بقى موز الاختياري. عارفين يعني ايه اختياري؟ زي ما تحبوا، عايزين تقطعوا موز شرايح وتحطوا جوه القوالب وتحطوا عليه صوص، تحطوا تاني على الوش مفيش مشكله. عايزين تفرموا الموز وتقلبوه مع الموس مفيش مشكله. الفكر اللي انتوا عايزينه مفيش مشكله، بس اهم حاجه يبقى طعم الموز باين عندنا جوه الاكله بتاعتنا. يعني احنا هنقطع شرايح كده، وناخد شويه هنا وشويه هنا، وناخد معانا اتصال. مين معانا؟ يا استاذ محمد. اهلا بحضرتك. اهلا بيك، اتفضل يا فندم. لو سمحت عايز اعرف طريقه عمل الفراخ التركي على الفحم. اللي هي يا فندم؟ الفراخ التركيه على الفحم. فراخ تركيه على الفحم. تركيه؟ تورتيه؟ لا هو التورتيه ده نوع من انواع المخبوزات المكسيكي. يبقى ممكن تكون عايز الفاهيتا مثلا او لا. حاضر، من عينيا. حاضر يا استاذ محمد، حاضر. احنا هناخد دي نجيبها هنا، وبعد كده نجيب بقى هنا الكيس بتاعنا ونملى بيه اهو الخليط ده بالراحه. خلي بالكم هو انسيابي مش جامد اهو، وناخد شويه كده الاول اهو، ونحط في اول واحده فين يا محمد؟ اهو هنا، نملاها بالخليط ده اهو. بعد ما عملنا كده واحده، ممكن نجامل بقى بالشوكولاته بالكريز زي ما انتوا عايزين مفيش مشكله.
هنستأذنكم ناخد فاصل سريع بعدكم بعد الفاصل. قبل الفاصل عملنا مع بعض موس الموز بالشوكولاتة بقوالب الشوكولاتة، وزي ما انت شايفين اهو لو عندنا شرايح من الموز نجمل، عندنا كاكاو نجمل، عندنا كمان شوية من الكريز نجمل زي ما انتم شايفين كده بالهنا والشفا. بس يعني ايه اللي انتم عايزينه، انا بسيب لكم التجميل لكن انا بقول الافكار. كمان عملنا الكفتة، جالنا سؤال عن الكفتة عملناها ازاي، مقاديرها بسيطة جدا. كان عندنا نص فرخة مسلوقة، نص فرخة مسلوقة، نص دجاجة مسلوقة.